اليوم اتحاد الشراكه القوات الشعبيه والتقدم والاشتراكيه تنظموا لقاء تواصلي وللانصات وللحوار وللاستماع ولتبادل الاراء في مجموعه من القضايا المتعلقه بمدونه الاسره التي نريدها للمجتمع المغربي مستقبلا. بالنسبه لنا حضور الجمعيات الاصيله في الحركه النسائيه اليوم في هذا النقاش مهم جدا، حيث تنتقاسموا تقريبا نفس الافكار نفس الاختيارات ونفس الاقتراحات اللي بغيو ونفس تصورات الاسره التي نديروها في المغرب. اليوم تنلتزم على اننا سنحمل مجموع هذه المقترحات الى قبه البرلمان من خلال الفرق البرلمانيه ديالنا للترافع عليها وللدفاع عليها عندما يدخل قانون الاسره الجديد الى البرلمان للمناقشه وللتعديل وللتصويت عليه ايضا. تنعتبر على انه القضايا الكبرى التي نتقاسمها سواء في موقفنا من تزويج طفلات، موقفنا من منع التعدد، موقفنا من انواع الطلاق، موقفنا من منظومه الارث في مجال التعصيب، موقفنا من الحضانه، من النفقه، من الولايه القانونيه، هي مواقف متطابقه مع مطالب الحركه النسائيه المغربيه فيها منع التعدد، منع تزويج الطفل، إلغاء المادة 400 من المدونة، إلغاء التعصيب وغير ذلك. ليأتي هذا اللقاء اللي هو في الواقع لقاء سياسي من أجل توطيد الجبهة الوطنية الديمقراطية الحداثية التقدمية بجميع مكوناتها كأحزاب سياسية تقدمية وطنية وحركة نسائية مدافعة عن حقوق النساء مدنية وأيضا مدافعة عن حقوق الطفل، من أجل تعاقد جديد ما بين المكونين، على اعتبار بأن الحركة النسائية دافعت بشدة ضمن مذكرات التي قدمتها اللجنة المخول لها بمراجعة مدونة الأسرة، وهناك تقارب ما بين المذكرات الحزبين وهذه المذكرات الحركة النسائية من أجل الرفع من إيقاع الإصلاح والرفع من جرعة الإصلاح، وأيضا من أجل الترافع حول بعض القضايا التي تحاول بعض التيارات المحافظة أن تقول بأن لا يمكن أن تكون ضمن الإصلاح لأن باعتبارها تستند إلى أسس شرعية، وبالخصوص فيما يخص مسألة ديال التعصيب، مسألة الولاية الشرعية، مسألة تزويج القاصرات إلى غير ذلك من النقاط التي لازال فيها خلاف. نطمح من خلال هذا التقارب أو التعاقد الجديد أن نمضي قدما باعتبارنا كأحزاب سياسية التي مخول لها أنها سوف تناقش الأمر أو تبت فيه داخل المؤسسات الشرعية، أن نمضي قدما من أجل أن نعمل بالخصوص على مراجعة كل الاختلالات التي تعتري 20 سنة من الممارسة ديال مدونة الأسرة، سواء كنصا على اعتبار بأن النص لا زالت تعتريه بعض البنود وبعض الفصول التي تكرس اللامساواة وتكرس التمييز ما بين النساء والرجال، أو من خلال الاختلالات التي أبانتها 20 سنة من تطبيق أو الساهرين على تطبيق هذه المدونة. من خلال هذا اللقاء أيضا نطمح أن ننخرط أن تفرز هذه الجبهة يعني مشروع إصلاح أو مشروع مراجعة ديال مدونة الأسرة يعمل على مناغمة النص مع المقتضيات الدستورية، لأن أول مقتضى يمكن أن يلفت نظرنا هو أن المدونة الحالية غير دستورية وغير متناغمة مع المقتضيات الدستورية التي أشرت بلغة ناطقة وصريحة على المساواة ما بين النساء والرجال وحضرت التمييز القائم على الجنس. ثم من جهة أخرى لا بد أن تكون المدونة التي سوف تفرز بعد المصادقة عليها ضمن داخل المؤسسة الشرعية مدونة متناغمة أيضا مع المواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب، والتي يعني من خلال التقارير الاستعراضية لهذه المواثيق الدولية طالبت أو أوصت بمراجعة بعض التشريعات الوطنية وعلى رأسها مدونة الأسرة التي لا زالت تقر بالتراتبية ما بين الرجل والمرأة ولا زالت يعني تكرس التمييز في بعض المقتضيات. لذلك من خيرات المغرب ضمن هذه المنظومة المواثيق الدولية لابد أن تكون هناك مراجعة حتى نتناغم مع كل هذه المنظومة الوطنية والدستورية وأيضا منظومة المواثيق الدولية.